Bien, Choukri, il y a tellement de choses à dire sur lui. On a fait nos débuts ensemble sur le championnat d'Italie. C'était en tout début de deuxième, en 1989. On a commencé ensemble à commenter le championnat d'Italie avec Rimo. On était d'ailleurs peut-être le seul trio à commenter des matchs de foot à l'époque. En tout cas, on a vécu la grande aventure de deuxième ensemble. Et c'était un amoureux de deuxième, un enfant de deuxième. Il était parti au tout début, avant que la chaîne soit lancée, pendant un an à Paris pour se former. Et il nous a rejoint très vite en juillet 89 au service des sports. Et on a continué à voyager ensemble pendant de longues années. Il était témoin de mon mariage, témoin du baptême de ma fille. On se voyait régulièrement. On habite d'ailleurs à 200 mètres l'un de l'autre. On se prenait souvent un petit café ensemble le matin. Et c'est un brave garçon, un type avec un grand cœur, toujours prêt à venir en aide aux autres. Et c'est vrai qu'il va nous manquer beaucoup, il nous manque déjà beaucoup. Et puis on pense évidemment à sa famille, à Mehdi, son fils, Amal et Fatine, son épouse, qui sont aujourd'hui profondément affectés par sa disparition, comme nous tous. عبد الحق مشور منتج تلفزيوني انا كنت من ضمن الاخوه اللي بدينا العمل ديالنا في القسم الرياضي في القناه الثانيه حيث الحمد لله كنا سجلنا عدد كبير ديال المسابقات الرياضيه وكانت كلها ناجحه وفضل هذا الراجل يعني الراجل اللي عطى شيء الكثير للرياضه والرياضيين الراجل اللي عطى شيء الكثير للتغطيات الصحفيه ديال التظاهرات الكبيره اللي كانت كتشهدها القناه الثانيه في البدايات ديالها الراجل اللي في الحقيقه خساره للمشهد الاعلامي المغربي وخساره للناس اللي هما كيحبوا الرياضه في هذا الوطن والناس اللي عطاو شيء الكثير في هذه البلاد السعيده من اجل الرياضه ومن اجل هذا الوطن نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يجدد عليه الرحمه والمغفره ورزق الاهل ديالو الصبر نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يصبر العائله ديالو الاصدقاء ديالو نتوما ايضا راه اسره ديالو عزيز من 25 سنه من العمل الراجل اللي عطى استمرت صحيح الراجل اللي عطى شيء لكثير يعني القناه الثانيه في ذاك الوقت ما كانش عندها هاد لي موايه اللي كاينه دابا الان ومن لا شيء كانوا كيخلقوا شيء هو ولينو باكو وميري كريمو وعلاوي وواحد الناس اللي هما مساكن عطاوه بصراحه وهو كان مميز بالتعاليق ديالو يعني التعاليق ديالو كتحس بها بان راهي من القلب ديالو كيعطي مسكين واحد العمل الصحفي اللي هو مميز وهي مناسبه باش كذلك نعزيو الاخوان ديالنا الصحفيين اللي مات هذا الهرم ديال الصحافه الرياضيه نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يجدد عليه الرحمه والمغفره ولحقنا بهم مؤمنين والله عزاؤنا واحد الاخوان ديالنا كاملين في القناه الثانيه وفي العائله ديالو الصغيره والكبيره شكرا جزيلا كبرنا جميعا في الدرب لان حنا ولاد الدرب ورغون كبرنا بجاف ديك الدار اللي شفت مخرج منها ليت اليوم تعرفت مع الوالدين ديالو الله يرحمهم تا هما وسع عليهم تعرفت معهم مشينا معهم باش الجنازه ديالهم كنعرفوا الوالدين تعرفوا الدراري ولكن حنا في بورغون كتعرفي كاخ صديق كنا خوت هنا في تحت العلاوي كنا مجموعين بيناتنا انا والمتوكل دوزنا واحد الوقت زوينه ودوزنا واحد الوقت زوينه في التلفزيون في الراديو التلفزيون دوزت مع الاوقات الزميله تاعي في كره القدم السيد الرياضي الله يرحمه رياضي تيعرف الكره تيهضر في الكره رجل طيب صعيب صراحه صعيب لان المرض عرفته ولكن البارح قالوا لي بون انا كنت خدام ولكن سبريك صعيب علينا لا سيباراسيون ديال واحد الانسان اللي طيب وتتبغيه من قال لك الاجال اللي جات الوقت الله بغى يديه في البارح
الله يرحمه ويوسع عليه سيرتو تاع الوليدات والناس اللي جاو نيت اليوم نشكرهم الصحافة صراحة حتى هما الناس اللي عاونوا من القريب ولا من بعيد هذه سنة الحياة الله يرحمه ويوسع عليه لأن راجل طيب وراجل اللي خلى البصمات ديالو في الراديو ولا في التلفزيون وتعرفت معاه كأخويا كصديق لأن ولادي الآن عيطوا لي مساك أنت هما مضرين لأن تعرفوه عاشوا معاه الوالد الله يرحمه والله يرحمه ويوسع عليه حتى هو بزاف وشكرا شكرا بزاف شكرا شكرا. الخبر مؤلم المغاربة كاملين تحلموا فيه يوم أمس يعني كيفاش تلقيتوا هذا الخبر علما أنه كان مريض والناس كانت على دراية بالمرض ديالو؟ المرض ديالو حقيقة ماشي بزاف يلاه ضعيف أنا نسمع الطبيب كانت عنده واحد المرض اللي كان فيلكورون في شهر واحد تزادت الحالة ديالو ما كانش لينا الفرصة باش نتكلموا معاه في هذا الوقت هذا بالضبط كان عيان بزاف وشكري كما قلت للزملاء الاخرين شكري انسان خلوق انسان ضحوكي انسان اللي عنده قلب ابيض تقدر تخاصم معاه ومن بعد جوست ابخي صافي نسى كل شيء ويديك الحاجة اخرى وانسان كما قلنا اللي خدم بزاف في المجال الاجتماعي في السوسيال خدم في الدرب ديالو والاصدقاء ديالو دايوغ اللي خدموا معاه في هذا المجال هذا وما تيشاهدوا به اليوم تعزينا الاسره ديالو الوليدات والاخت ديالو ويعلم بيان سور مازال كما قلت لك مازال كنا نستافدوا من ليكسبيريونس ديالو حيت من بعد التلفازه كان بدا واحد المرحله مع في الراديو مع الدراري ديال راديو مارس اللي رحبوا به وبون فوالا مالوغوزمون هذا هو هذه سنه الحياه ان لله وانا اليه راجعون. صواب يعني بتأثر كبير يعني وحزن المغاربه كاملين تأثروا من رحيل الاستاذ شكري العلوي وما قدمه للاعلام المغربي وايضا القناه الثانيه يعني كلمه فعلي شهاده حق في هذا الرجل. ملي كتهضر على شكري كتهضر على البدايه ديال واحد العهد جديد في الاعلام الرياضي بالمغرب اللي هو القناه الثانيه. ملي كنا صغار كنذكر ما كاينش شي واحد في الجيل ديالنا ديال الثمانينات اللي كيتذكر شكري في الدوري الايطالي التقديم ديالو المباريات لما كانت القناه الثانيه بالمرموز. شاءت الاقدار انني نتعرف عليه في 2007 لما دخلت القناه الثانيه كصحفي. صراحه شخص خلوق كيبغي الخير جميع الناس ما يقولش في كلمه العيب. انا كنعتبره هرم من الاهرامات ديال الاعلام الرياضي الناطق باللغه الفرنسيه. الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا والله يصبر العائله ديالو في هذا النهار هذا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.